معكم الطالب عبد الله خليل سحاكو من المدينة الفاضلة مدينة دبا الحصن. لدي العديد من الإنجازات وأهمها أفضل مشروع فردي تكنولوجي في مسابقة العالم الشاب على مستوى الإمارات، وأيضا حصلت على المركز الثاني في مسابقة الويسي ماس على مستوى العالم، وأيضا جائزة الشيخ حمدان لفئة الطالب المتميز، وجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وأيضا في الأيام الماضية في مهرجان فنون الخليج التي استضافته الكويت الشقيقة مهرجان الفنون للخليج، وحصلنا على أفضل عرض مسرحي متكامل على مستوى الخليج. جائزة الشيخ حمدان لفئة الطالب المتميز خذيتها قبل 3 سنوات، جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب جائزة دخلتها ويا الأستاذ عبيد بن ناشئة الشارقة، دخلنا وكنا في مخيم قيادي لشورى شباب الشارقة، سجلت فيها وبعد فترة تم ترشيح المسابقة عشان الأعمال التطوعية. وجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب تنقسم العديد من الأقسام، لكن القسم اللي شاركت فيه يضم الأعمال التطوعية والأنشطة الرياضية والمخيمات، والحمد لله في الأيام الماضية حصلت على الجائزة في قصر الشيخ سلطان، وقابلنا سموه في المجلس وتكلمنا وكان يناقشنا عن بعض المواضيع. كان فخر وفرحة واجد بالنسبة لي عشان بلاقي أو بلتقي ويا الشيخ سلطان، وأيضا أهلي يدي ويدتي والوالدة والوالدة أيضا كانوا فرحانين لأن فزت بجائزة جديدة لصاحب السمو الشيخ سلطان. بالبداية كانت تجربة جديدة وفريدة، اتصلوا حقنا وقالوا انه بيكون في اجتماع لمسرحية ستقام خارج الدولة. رحنا هناك واول ما وصلنا تفاجأنا بأن بتكون تجربة اداء. بذلت قصار جهدي في التمثيل مع ان انا مجال التكنولوجيا والروبوت، لكن قلنا فرصة جديدة وممكن يكون عندي ميول في المسرح. وبعد اسبوع تقريبا يعني اتصال من المشرف خليفه ان تم ترشيحي لاداء دور من الادوار في المسرحيه. في يوم العرض اليوم المنتظر عرضنا على دول الخليج اللي كانوا موجودين في فنون الخليج. في يوم النتائج او يوم الانجازات او الجوائز كان في ان خوف ان اذا بناخذ جائزه او ما بناخذ، لكن حصلنا على الحمد لله على عده جوائز واهمها افضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان فنون الخليج. وايضا من الجوائز اللي حصلتها في السنوات الماضيه جائزه او مسابقه اليو سي ماس او الحساب الذهني، مسابقه رياضيات كانت بالبدايه مستوى محليه، شاركت فيها وتدربت فيها ووصلت للتصفيات، وصلت والحمد لله حصلت المركز الاول وطلعت لتصفيات الوطنيه. دخلنا التصفيات الوطنيه وكان في حماس وايد ان رايحين اذا لان اللي بيتاهل من هنا بروح العالميه، فالحمد لله تاهلت من الوطنيه وحصلت على النجم الصغير وصلنا للعالميه، وبالعالميه حصلنا المركز الثاني على مستوى العالم وكانت في ماليزيا. في النهايه حاب اشكر امي وابوي الله يحفظهم لان هم كان لهم الفضل الكبير لوصولي لهذا المستوى وناشئه الشارقه. طموحي في المستقبل ان ارفع راس دوله الامارات العربيه المتحده في كل المجالات والإمكانيات اللي أقدر أرفع رأسي فيها، وأيضاً أحصل على أعلى المراتب في الدولة.